يقول السائل: قد كثر المميعة في السلفيين، فما الموقف الشرعي منهم وما المراد بالتمييع؟ الجواب: قوله قد كثر المميعة، ينبغي أن يعلم أن أمثال هذه العبارات قد يكون فيها توسع عدم ضبط. نعم، هناك من جفى وهناك من غلى، وهناك وسط، وهم من تمسك بمعاني الكتاب والسنة فهم سلف هذه الأمة. روى العسكري على أوزاعي أنه قال: ما من أمر أمر الله به إلا كان للشيطان في نزغتان، إما إلى غلو أو إلى جفاء، ولا يبالي بأيهما ظفر. من إخواننا من غلى وتعصب لأشخاص معينين، وصار يجعل منهج السلفي مرتبطا بهؤلاء الأشخاص، حتى إن بعضهم كاد أن يقول إن الشيخ فلانا معصوم في المنهج. أذكر أن أحد المشايخ ناقش أحدهم فقال: هل تحفظ خطأ على الشيخ فلان في المنهج؟ قال: لا أحفظ عليه خطأ. قال لا أحفظ عليه خطأ في المنهج. قال: هو معصوم؟ قال: ليس معصوم، لكن لا أحفظ عليه خطأ في المنهج. فأصبح هناك غلو وتحزب على أشخاص في حيز السلفيين، وهذا ضلال وخطأ. وهؤلاء شددوا وآذوا إخوانهم بأن لم يوافقوهم في نصرة أشياخهم. ثم هؤلاء مع الأيام سلط بعضهم على بعض، وتعادوا وانقسموا إلى غير ذلك، لأن ما بني على باطل نتج منه الباطل. وفي المقابل هناك مجموعة وكثيرون أصيبوا بردة فعل، فأصبح عندهم تميع وتسهيل في مسائل المنهج، حتى إن منهم من لا يبدع من يرى الخروج على السلطان، ومنهم من لا يبدع من الحركيين المشهورين اليوم بالدعوة للتحزب والثناء على الإخوان غير ذلك، منهم ذاك الحركي المشهور بصورة التفاحة وغير ذلك. ترى حتى أذكر أن جالست أحدهم فكان يدافع عنه، يغضب على من يبدعه. بل حدثني بعض إخواننا جالس بعض طلبة العلم للأسف السلفيين، وأخذ ينازع في مسألة خروج على السلطان، ويقول ليس فيه لا يصح أن يقال أن المسألة إجماعية، بل فيها قولان، ومثل هؤلاء لا ينبغي أن يقال أنهم سلفيون. فالسلفي حقا هو المتمسك بما عليه سلف هذه الأمة، وكثير من هؤلاء أصيب بردة فعل. وهؤلاء مع كثرة من بغى من الطرف الأول بدأ يكثر هؤلاء، ولما ضعف الطرف الأول بدأ ينتشر هؤلاء ويقوون. فينبغي أن نتق الله يا إخواني، وأن نكون وسطا لا إفراط ولا تفريط، وأن تكون منطلقاتنا شرعية على منهج الكتاب والسنة بفهم سلف هذه الأمة. فنعرف أن السلف بدعوا بالخروج على السلطان، ونعرف أن السلف بدعوا بمن يثني على الرجالات، ومن يثني على كبار أهل البدع، وقالوا من أثنى على مبتدع فقد أعان على هدم الإسلام إلى غير ذلك. بل إن الإمام أحمد لما ذكر له أن فلان يصحب فلان قال قيل له أن فلان يصحب فلان قال: أو أعلمتموه أنه مبتدع؟ قالوا: أعلمنا. قال: ألحقوا به. وقد ذكر ابن بطة آثارا كثيرة في ذلك، وحكى إجماع السلف على ذلك. ومما نقل عن إمام سفيان الثوري أنه لما دخل البصرة سأل عن ربيع بن صبيح، قالوا: عالم سنة. قال: من جلساءه؟ قالوا: القدرية. قال: هو قدري، عاملوا بالجلساء. ثم قال ابن بطة: وقد نطق سفيان بالحكمة. ونقل إجماع السلف على كلام سفيان وعلى منهج السلف في معاداة من يجالس البدع. فينبغي إخوان نتق الله، وألا نكون مميعين ومساهلين، ولا في المقابل مشددين غالين، بل نكون وسطا بلا إفراط ولا تفريط، وأن نقيس الناس ونزنهم بمنهاج السلف.